هل بايدن هيسلم السلطة لترامب ولا هيفتعل حرب عالمية تالتة كبيرة على كل أقاصي الأرض؟ الحزب الديمقراطي لما تلاقيه بيضحك في وشك تعرف إنه مدبر لك حاجة في الخفة كبيرة، ولما يقولك أنا هسلم السلطة بهدوء تعرف إن في قلبه 7 رجاسات. في نبوات قديمة كتبت في كتاب النبي دانيال بتتكلم عن هذا الأمر، عن تسلسلات الانتخابات الأمريكية. بيقول لك إيه؟ فيكون مكانه من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. ده النبي دانيال شاف نهاية العالم إن في المملكة الأخيرة تسلسلات ملوكها. بيقول لك فيكون مكانه محتكر لم يجعله عليه فخر المملكة، ويختي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وأزرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، ويدخل بغتة على أسمن البلاد، ويفعل ما لم يفعل أباء ولا آباء آباء، ويبذر بينهم نهبا وغنى، ويفكر أفكار على الحصون. هنا اللي بيقول لك إن في ملك من الولايات المتحدة الأمريكية هيحول الديمقراطية لدكتاتورية، ومش ويعني وحزب من الحزبين هيقوم على الآخر، وهيبدأ يسجن كل الحزب الآخر ويحيده، وهيقوم يبذل حروب يوم القيامة في الأرض علشان يسيطر على كل الأرض، لأن هدفهم هم مش احتلال المناطق الجغرافية، هدفهم احتلال أجساد الناس. هفسرك دلوقتي رمز 666. بص، رمز 666 ده رقم مكون من 18 رقم، 6 زائد 6 زائد 6، ده اي دي على الإيد اليمنى. في الحرب العالمية الثالثة، أول لما تنتشر الفوضى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية هتبقى عايزة تصنع شريحة النظام عشان تنهي هذه الفوضى. فمن معها ومن عليها، كل اللي معاها هتحط له رقم اي دي 666. كل اللي عليها هيتم إقصائه من العالم، يعني كل اللي هيرفض هذا الشريحة هيتم إقصائه من العالم، لا هيقدر يشتري ولا يبيع ولا يدخل في السوفت كود ولا نظام البنوك ولا النظم الاقتصادية ولا نظام الانترنت والسجلات المدنية. والشريحة دي هتظهر في الغرب وفي أماكن الصراعات في الحرب العالمية الثالثة، ميعادها هتظهر بغتة في الحرب العالمية الثالثة، اسمها شريحة النظام 666. ودلوقتي أنا بفسرها لك، وهتبحث في كل فيديوهات الانترنت، محدش هيفسرك التفسير ده غير العبد لله، لأن الله روح الله اللي عليا بيكلمك دلوقتي، وهو مش بيعرف المستقبل، هو بيصنع المستقبل. فالكلام ده هيتم، فلما يتعرض عليك هذه الشريحة في الحرب العالمية الثالثة اللي احنا داخلين عليها، ارفضها، لأن كل اللي هيضع هذه الشريحة هيكون مع الشيطان في بحيرة النار والكبريت. أما كل اللي هيرفض هذه الشريحة من الديانات الثلاثة هيخش الجنة، السماء، أرض العجائب. وهي دي التجربة العتيدة، إنها تجرب كل الساكنين على الأرض عشان تكشف قلوبهم من الديانات الثلاثة. الله ذكي جدا، والمشكلة ان الناس فاكرة ان تقدر تضحك عليه، لكن هو هيغربلهم في الغربال وهيجربهم بالحرب العالمية الثالثة بهذه الشريحة، من معه ومن عليه. والولايات المتحدة برضه من معها ومن عليها، فكل الحدود هتختلط في بعض، وهتنتشر حروب يوم القيامة الكبرى، لدرجة ان الزلازل هترقص العماير، ومن هول القنابل النووية التكتيكية الشمس دي الغبار هيغطيها، والقمر هيخفي ضوءه، وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، ويكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ إنشاء الأرض. وكثير من المعالم هتسقط، زي الهرم الأكبر هيسقط مش هيبقى فيه حجر على حجر، مسجد الأقصى هيسقط مش هيبقى فيه حجر على حجر، برج الخليفة هيتسوى بالأرض. المعالم الكبيرة في الحرب العالمية الثالثة هتبدأ تنهار، لأن التقويم هينهار والتاريخ هينهار. الكلام ده كله شفته في رؤية حقيقية من السماء، وجاي اخبرك بيها. عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني ما تصدقنيش، لكن الوقت قريب، وانت بص في عيوني هتعرف اني صادق، لان الروح اللي عليا هو روح الله اللي بيحبك. هو طالب منك مطلب واحد، انك تقدم التوبة على الدم المقدس، وتتغسل من كل خطاياك، وترجع من الظلمات الى النور، علشان تخش فلك نوح التاني، ويكون ليك امان وسلام، ويكتب اسمك في كتاب الاحياء مش في كتاب الاموات. فالرساله اللي مطلوب مني ان الله ان اقولها بقولها، الوقت قريب، احنا في الايام الاخيره، استعدوا للقاء الله الهكم، لان الفرح بيشطب، والمعازيم بتسلم على بعض، والعريس هياخد عروسته،
والكراسي هتتلم والدنيا بتخلص والدنيا بتخلص، ناس هتبتهج جدا جدا لأنها هتخش السماء الجنة أرض العجائب، وناس هتغزى جدا جدا لأنها هتنزل الجحيم. الحكاية مش حكاية نهاية العالم، الحكاية فيها سماء ونار. الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.